بصبح عليكم مشاهدينا، لسه متواصلين معاكم في باقي فقرات وحواراتنا في هذا الصباح. مشاهدينا، المشكلة المرورية مشكلة يمكن بتؤرق كل مواطن مصري، وأيضا الحكومة سعت كثيرا ومرارا وتكرارا في القضاء على هذه المشكلة اللي ربما بتبدو صعبة للمواطن وأيضا للحكومة. المشكلة المرورية، تم طرح هذه المشكلة في المؤتمر الاقتصادي اللي عقد في مارس الماضي في شرم الشيخ. الحقيقة الدولة بدأت بالفعل حاليا في تنفيذ إجراءات جديدة وجدية للحد من هذه المشكلة في القاهرة الكبرى بصفة عامة، فيما يشمل أو يسمى بالأتوبيس السريع. هو مشروع خاص يسمى الأتوبيس السريع، هيشمل في بدايته مراحل. المرحلة الأولى هتبدأ بتشغيل ما يقرب من 900 أتوبيس حتى نهاية المرحلة الأولى، فيما يقرب من 4 سنوات تقريبا هيكون الحكومة انتهت من إنشاء أو تشغيل 3000 أتوبيس سريع يسير في محافظات القاهرة الكبرى. أيضا تم تخصيص محاور خاصة لسير هذه الأتوبيسات، ربما 30 طريق منفصل لتسيير المواصلات والتخفيف من الزحام المروري في شوارع القاهرة الكبرى، وأيضا التيسير على المواطن المصري من هذه المشكلة الصعبة. خلينا نروح قبل ما نبدأ حوارنا نتعرف على مزيد من التفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي. مشروع هام على طريق مواجهة أزمة الزحام في مصر، إنه مشروع الأتوبيس السريع، والذي طرح على المستثمرين خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس الماضي بعدما وافق مجلس الوزراء على تنفيذه العام الماضي، حيث تضمنت المرحلة الأولى 900 أتوبيس تزيد إلى 3000 بحلول السنة الرابعة من تنفيذ المشروع. المرحلة الأولى من المشروع تشمل إنشاء 30 طريقا منفصلا لتسيير الأتوبيسات، وذلك للتخلص من التكدس المروري وإضافة وسيلة جديدة ومستحدثة على شبكة المواصلات في مصر. وتنفذ المشروع وزارتا النقل والإسكان ومحافظتا القاهرة والجيزة بتكلفة مبدئية تبلغ 800 مليون دولار. المشروع يهدف إلى إصلاح منظومة النقل الحضري في القاهرة الكبرى بمعالجة العجز في الطلب على النقل وتخفيف الاختناقات المرورية وأثارها السلبية في البيئة والطاقة والاقتصاد، مع تقديم خدمة ذات مستوى جيد تنقل المواطن بسرعة وراحة وبتكلفة مناسبة وبأقل معدلات التلوث من الغازات المنبعثة دون استهلاك زائد للوقود. وسيعود المشروع على الدولة بتوفير أكبر قدر من الدعم وتقليل الخسائر الاقتصادية الضخمة التي يتكبدها الاقتصاد من الخلل في منظومة النقل الحضري، والقضاء على احتكار خدمة النقل من وسيلة نقل معينة حفاظا على الأمن القومي. ويهدف هذا النظام من وسائل النقل إلى الجمع بين سعة وسرعة المترو مع مرونة وسعر وبساطة نظام الأتوبيسات. وتقول الدراسات أن الاختناقات المرورية في القاهرة الكبرى تكبد الاقتصاد القومي خسائر تتجاوز 30 مليار جنيه سنويا. وتشير الدراسات إلى وجود عجز شديد في خدمة النقل الحضري داخل محافظاتها، في حين أن أطراف المدن محرومة من خدمة النقل، حيث تعاني هيئة النقل العام من عجز شديد في أعداد الأتوبيسات، فنسبة الأتوبيسات ضعيفة مقارنة بعدد السكان، كما تعاني خدمة النقل من تدني مستوى الخدمة وتكدس الركاب في الأتوبيسات. مشاهدينا، زي ما تابعنا في التقرير، الحكومة بتسعى بخطوات جدية لحل هذه المشكلة. خلونا نتعرف على معلومات أكثر حول هذا الموضوع. ينضم إلينا في الاستوديو على الهواء مباشرة الأستاذ محمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية لشؤون النقل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يعني في البداية أستاذ محمد، كيف ترى هذا المشروع، مشروع الأتوبيس السريع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع الأتوبيس السريع بيدخل في ضمن مجموعة من المشروعات اللي سعت فيها الدولة خلال السنوات الأخيرة لمحاولة تفك لوغاريتمات العملية المرورية داخل القاهرة الكبرى.
لكن في نفس الوقت أنا كنت محتاج إن يبقى عندي دراسة متكاملة تشترك فيها كل القطاعات اللي لها علاقة بالنقل، لأن الدراسة بتاعت الأتوبيس السريع برضو أغفلت حاجات كتير جدا مهمة قبل ما تبدأ حتى في عملية إن هي التطبيق الفعلي بتاع المشروع. ابرز الحاجات اللي قفلتها، طيب انا القاهره بالنسبه لي خلال 4 سنين لو انا هوصل لل 3000 اتوبيس اللي هيمشوا في الشارع، هل انا عندي القدره على ان انا اشق طريق جديد داخل القاهره؟ السيارات اللي هي بتمر سي على الطريق، الطريق الف اللي هي بتمر النهارده لو احنا قلنا ان بيعدي عليه في الساعه 1000 عربيه، بعد 4 سنين هيبقوا كام عربيه بالظبط عشان اقدر احدد القدره الاستيعابيه بتاعت الطريق؟ الطريق ده بيشيل كام مواطن؟ بعد 4 سنين برضه هيشيل كم مواطن؟ فهل ال 1000 او ال 3000 او ال 4000 او الرقم ده هيكون فعلا مناسب بالنسبه لعدد الركاب ولا لا؟ برضه السياسه السعريه دي تكاد تكون هي النقطه الاهم في المشروع ككل، اللي بناء عليها انا هقتنع او اي مواطن هيقتنع انه يركن العربيه الخاصه بتاعته ويروح يستخدم الاتوبيس السريع او الاتوبيس المكيف. طب حضرتك دلوقتي ذكرت مجموعه او عدد من النقاط القصور في هذا المشروع، لماذا يعني لم تتطرق الدوله لهذه المشكلات او ربما غفلتها؟ الدولة مش أغفلتها ولا حاجة، لكن احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا بالذات في قطاعات النقل المختلفة. المشكلة ديت اللي هي مشكلة تشعب الإدارة. ما ينفعش أجي أتكلم على نقل وأبص ألاقي الطريق جزء منه تابع لمحافظة القاهرة وجزء منه تابع لوزارة الإسكان وجزء ثالث تابع لوزارة النقل. أجي أبص على عمليات النقل نفسها ألاقي جزء تابع لمحافظة القاهرة وجزء تابع لمحافظة الجيزة وجزء تابع لوزارة النقل. وجزء بتشرف عليه المرور وجزء ما اعرفش ايه، فهنا في اختلاف، فلازم تكون في جهه واحده هي اللي بتنظم عمليات النقل المختلفه. احنا كان عندنا حاجه اسمها المجلس الاعلى بتاع الطرق، وفي عندنا مجالس اعلى للمرور والى اخره، ومع ذلك لا تجتمع. طب من وجهه نظر حضرتك وانت رئيس الجمعيه المصريه لشؤون النقل بصفه عامه، كيف يمكن تلافي وتذليل هذه الصعوبات؟ ده امره مش صعب برضه ومش مستحيل. احنا في عندنا دلوقتي مشروع الدوله قايمه عليه، اعتبر ان هو يكاد يكون الامل لمصر الجديده خلال الفتره الجايه في قطاعات النقل وفي قطاعات كتيره جدا، اللي هو مشروع الاكاديميه المصريه لعلوم النقل او لتكنولوجيا النقل، اللي السيد الرئيس دلوقتي اعتقد ان هو خلال الفتره الجايه هيطلع قرار بانشائها. الاكاديميه المصريه لعلوم النقل مصرية تبع لوزارة النقل هتتنشئ على حوالي 150 فدان، 150 فدان المباني بتاعتهم كاملة، حوالي 30 مبنى، مباني فندقية وحاجات متجهزة بتكلفة عالية جدا وغير مستغلة من سنة 65 لحد النهاردة مجرد انها مقفولة. اعتقد ان الجامعة دي هتكون هي الاطار اللي هينظم او اللي هيوضع الاطر الحقيقية والدراسات الكاملة لعمليات النقل في مصر بشكل كامل، سواء كانت النقل ده نقل بحري او جوي او بري او سكة حديد او مترو. الجامعة دي اعتقد انها هتكون ان شاء الله المرجعية بتاعت كل وسائل النقل، ودي اللي هيبقى تحت منها هيتم الجمع بكل عمليات النقل في مصر، فبالتالي هيبقى في عندي مرجعية علمية اقدر بناء عليها اعمل خطة او بلان اقدر اشتغل عليها بشكل صحيح تبقى قادره او قابله للتنفيذ. ان طيب انا ما اعملش خطه عشوائيه. نعم، الى اي مدى يمكن ان يكون لهذا المشروع، مشروع الاتوبيس السريع، فاعليه على ارض الواقع في تخفيف الزحام بالفعل والتيسير على المواطن؟ خطوه جيده جدا، لكن لابد ان تسبقها زي ما قلت لحضرتك او يتم اتخاذ بعض الخطوات الاخرى عشان خاطر اقدر اساعد الخطوه دي على النجاح، لانها هي مش هتنجح منفرده. مش هقدر انجح العدد الرهيب من الاتوبيسات ده بشكل منفرد، لازم أن اكون عندي سياسه سعريه تخلي صاحب العربيه يسيبها ويروح يركب الاتوبيس ده، لازم يكون عندي مستوى خدمه زي ما حضرتك قلتوا في التقرير بتاعكم جيد جدا يقنع الشخص اللي هو مالك العربيه الملاكي او اللي بيستخدم وسائل نقل منفرده اللي هي بتعمل تجدس رهيب جدا في الشارع، لان احنا لو رجعنا للسبب الرئيسي في التكدس ان 70% من العربيات والمركبات اللي بتسير في الشوارع تاكسي وملاكي. فده اللي بيعمل لي تكدس، فانا عشان خاطر اخفف من الزحام في الشارع لازم اخفف من نسبه التاكسي ونسبه الملاكي، واحول الفكر او الثقافه بتاعت المواطن انه يروح يركب النقل العام، وعشان يركب النقل العام لازم يتوفر عنده حاجتين، جوده الخدمه وسرعتها، والثالثه اللي هي السياسه السعريه. ما ينفعش ان انا اجي اقول ان انا عايز اخلي المواطن يسيب العربيه بتاعته ويروح يركب الاتوبيس او المترو، وفي نفس الوقت اقول له ده الاتوبيس والمترو هيبقى ب 10 جنيه.
لسبب بسيط، هو بالتالي التكلفه بتاعت الرحله بتاعته لو في العربيه الخاصه بتاعته ب 10 جنيه او ب 20 جنيه فهو بالتالي هيستخدم عربيته، مش هيروح يركب الاتوبيس ولا المترو. فلازم تكون السياسه السعريه هنا متناسبه مع الفكر اللي الدوله بتطرحه، اللي هو فكره ان انا احول المواطن ده من ان هو يستخدم العربيه الخاصه بتاعته اللي يستخدم وسيله النقل العام. لازم اقنعه بشكل كافي ان هو يتخلى عنها ويتجه للنقل العام. فانا المشروع جيد جدا، لكن انا محتاج ان انا ادعمه عشان لا يتم اجهاض الفكره. طيب يعني اذا حضرتك ذكرت انه يعني بالتوازي مع السياسه السعريه وايضا التخفيف على كاهل المواطن. اكيد طبعا. طيب هل المشروع، مشروع الاتوبيس السريع، ربما شاهدنا في المنظومه او ربما القصور في منظومه النقل الحضري تكبد الدوله لبعض الخسائر الاقتصاديه وربما بلغت لارقام كبيره، يعني هل المشروع ممكن ان يعطي دعما ما للحكومه او التقليل من هذه الخسائر الاقتصاديه؟ اقتصاديات اي دوله بتبقى مبنيه على حاجات كتير جدا. وسائل النقل من اول وسائل النقل من اول الاشياء اللي هي بتدعم الاقتصاد. مش معقول ان انا اقول ان انا هبني اقتصاد وانا عندي الشحنه اللي موجوده سيفي من اسكندريه مش قادره توصل لمنطقه العاشر او 6 اكتوبر عشان خاطر الطريق زحمه. انا كده ما فيش مستثمر يجي يشتغل معايا بالشكل ده، فلازم يكون عندي طريق امن، وسيله مواصلات سريعه. فده اول دعم انت بتقدميه للاقتصاد، دي اول حاجه في اللوجستيات الاقتصاديه اللي احنا بنقدمها للراجل المستثمر، ان انا اوفر له طريق ووسيله نقل سريعه. فانا اذا قدرت ان انا افضي له الشارع، ان انا اخفف له نسبه من عمليات الزحام اللي كانت بتتم في الشارع، فانا بالتالي بدعم الاقتصاد فبخفف الخسائر الاقتصاديه اللي بتتم. انا كل تاخير بيتم على البضاعه فده بيعمل لود على سعرها، بيعليه سواء كان على المستثمر او على المواطن اللي بيستهلكها. فبالتالي انا لما بدعم الشارع او بحل من ازمات المرور المختلفه فبشكل مباشر بكون بدعم الاقتصاد وبدعم المستثمر وبخفف من الخسائر الاقتصاديه. الفكره ان انا عندي خسائر ثانيه في وسائل النقل، لازم يكون عندي دراسات متكاملة من خلال جهة واحدة هي اللي تدرس الموضوع بشكل متأني جدا من كل جوانبه، بحيث ان انا ما افاجئش في النهاية خالص ان انا بعمل مشروع بيخسر معايا في السنة مثلا كم 100 مليون او 200 مليون زي ما بيحصل في السكة الحديد اللي بتخسر 5 مليار دلوقتي. فده اعتقد ان ده هيخلي الدولة مش هتكون داعم بشكل كبير للمشروع. انا لازم يكون عندي دراسة كاملة ان المشروع ده على الاقل خالص لو مش هيكسب ما يخسرش، يعني يكون بيوصل لنقطة صفر، نقطة تعادل، ما يكونش بيخسر. وده سهل جدا، ولازم يكون في نفس الوقت برضو ان في تناغم بين عمليات النقل المختلفة اللي احنا بنسميها النقل متعدد الوسائط. ازاي؟ ان لازم يكون في تناغم بين النقل عن طريق المترو وبين السكة الحديد وبين الاتوبيس المفصلي والاتوبيس والمشروع بتاع الاتوبيس السريع ومشروعات النقل العام بشكل كبير. يعني حضرتك ذكرت دلوقتي المترو، خلينا نتحدث حول المترو. هل مشروع النقل السريع او الاتوبيس السريع هيعادل في سرعه وسعه مترو الانفاق؟ طبعا لا، لكن احنا المفروض ان انا على الاقل بعمل محطات ربط بين المحطات وخطوط السير بتاعه الاتوبيس السريع وبين محطات المترو. الاماكن اللي مش هيغطيها المترو بيغطيها النقل السريع، فده هيسهل بشكل كبير جدا في عملية الربط بين الوسيلتين. احنا كان في عندنا مشروع من حوالي 7-8 سنين ولم يتم تحريكه نهائيا حتى الآن، اللي هو مشروع اللي هو التذكرة الموحدة. اعتقد التذكرة الموحدة تكاد تكون ممكن تكون حل سريع لفكرة ان انا اقدر استخدم سكة حديد ومترو واتوبيس في نفس الوقت، وهتشجع بنسبة كبيرة جدا ان انا اركن اي حد يركن عربيته ويبدأ يستخدم الوسائل دي. ليه؟ لان هو مش محتاج ان هو يقطع تذكره في المترو ويرجع يقطع تذكره تاني في الاتوبيس ويرجع يقطع تذكره في السكه الحديديه، بتاع تذكره واحده بيقدر يستخدمها في الثلاث وسائل، يستخدم العربيه الخاصه بتاعته وبنفس الكارت او التذكره او الاليه ديت بيدفع الكارت بتاعت الطريق. فده كان مشروع كانت طرحته وزاره النقل من حوالي 7 سنين ولحد دلوقتي ما فيش اي جديد فيه. خلينا نلقي النظر ايضا على ابعاد هذا المشروع، يعني عندنا دلوقتي مترو انفاق، عندنا ايضا الترام اللي ربما يعني لم يطور بالشكل المطلوب، موقف الترام من تنفيذ مشروع الاتوبيس السريع. انا هقول لحضرتك بالنسبه للترام، انا اقول لك انفراد يمكن لكم انتوا هنا في القناه، ترام مصر الجديده. ترام مصر الجديده كانت وزاره النقل اتقدمت بطلب رسمي لمحافظه القاهره ان هي تاخد الترام بتاع مصر الجديده وتعيد تطويره بشكل كبير جدا، ويتعمل بدل ما هو ترام يتعمل حاجه اسمها قطار مكهرب.
القطار المقارب بنفس قدرة وإمكانيات وكفاءة مترو الأنفاق وبتكلفة أقل بكتير جدا، وتبدأ تشغله، وده كان هيقضي بنسبة كبيرة جدا على الزحام في المراحل اللي هي من رمسيس لحد ما هنوصل لمصر الجديدة. مش هيبقى خلاص انت بنسبة 90% الناس هتتجه لعملية استخدام الترام. مشروع عظيم زي ده يكاد لا يقل أهمية عن مشروع الأتوبيس السريع إن لم يكن يفوقه، ومع ذلك تعطل عشان حاجة بسيطة جدا، إن محافظة القاهرة لحد دلوقتي مش قادرة إن هي تتخلى أو توافق إن وزارة النقل تستلم هي أصول مشروع الترام، فبتقول لا أنا خدوا المشروع اعمله لي وبعد كده رجعه لي تاني. طب إزاي يعني؟ يعني مشروع قومي زي ده أنت بتعطله عشان خاطر تفاصيل صغيرة اللي هي فكرة مين هيبقى يدير الأصول؟ ما كلها في داخل الدولة المصرية، سواء كانت وزارة النقل أو محافظة القاهرة، الاثنين بيشتغلوا تحت علم واحد اللي هو علم جمهورية مصر العربية، فبالتالي ما فيش عندي أزمة. ده مجرد روتين عطل مشروع تطوير الترام مصر الجديدة والعمليات التطوير عمليات الترام بشكل كبير جدا، اللي هي لحد دلوقتي تكاد تكون هي مش تكاد تكون هي بالفعل مهملة، يعني حاجة كيان معطل لمجرد روتين مش أكتر من كده. احنا يمكن بنستغل الفرصة اللي احنا متواجدين مع حضرتك فيها وبنطالب بتوضيح من محافظة القاهرة هي ليه لحد دلوقتي متعنتة في عملية تسليم الأصول للهيئة القومية للأنفاق لوزارة النقل للبدء الفعلي في عملية إنشاء القطار المقهرب في خط ترام البديل لخط ترام مصر الجديدة، واللي أعتقد أنه هيكون حل مهم جدا وبداية لتطوير كامل وإعادة إحياء لمشروع الترام وتحويله لقطارات مقهربة بتكلفة أقل 10 مرات من تكلفة المترو، وهتخلص في فترة مش هتزيد عن 5 سنين، فبالتالي هتغير لك الشكل الحضاري وشكل النقل العام داخل القاهرة خلال فترة بسيطة جدا وصغيرة، مش هتتخطى من 5 ل7 سنين أو 10 سنين. طيب بعض المناطق من أطراف المدن ربما بتعاني زي ما احنا عارفين من قلة المواصلات بها، كيف يمكن لهذا المشروع أن يخدم هذه المناطق؟ زي ما قلت لحضرتك هنرجع تاني لعملية النقل متعدد الوسائط. أنا مش مشروع واحد هيغطي لي العاصمة ككل أو القاهرة الكبرى، لكن أنا بيبقى عندي دايما مجموعة مشروعات بتتكامل مع بعضها. احنا عندنا العاصمة الإدارية الجديدة، فعندنا مشروع كبير جدا احنا بدأنا نشتغل فيه اللي هو القطر المقهرب بتاع السلام العاشر، وده اللي هيعدي على هيربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة. احنا محتاجين نغير أصلا من ثقافة النقل، وهو ده اللي أنا قلت لحضرتك عليه في الأول، إن لازم يكون عندي كيان هو اللي بيعمل بلان الكاملة لمشروعات النقل لمدة 10 و20 سنة قدام، أبقى عارف بالظبط المكان ده أنا هتوسع فيه إزاي. هي دي نقطة مهمة جدا، فكرة أنا هعمل فيه إيه وإزاي، لأن أنا ساعات بعمل بلان ومبقاش عندي قدرة على التوسع بعد كده، لأن أنا ما بنيتهاش على أسس علمية صحيحة. إذا هي خطط وأسس علمية من أجل نجاح هذا المشروع إن شاء الله. خلينا مستمرين في حوارنا مع حضرتك، ولكن مشاهدينا دلوقتي هنتعرف على موجز لأهم وآخر الأنباء مع الزميلة ريهام رجائي، ومستمرين مع حضراتكم بعد الموجز. السريع يمكن قبل موجز الأنباء كنا بنتحدث مع الأستاذ محمد حول أطراف المدن اللي يمكن بتعاني من قلة المواصلات بها، حضرتك كنت عندك رؤية للمشروع يمكن هيتم إنجاز أشياء في هذا الموضوع. مبدئيا أنا مش هينفع أتكلم في فكرة أن أنا أخفف الكتلة المرورية أو الزحام الرهيب جدا داخل القاهرة من غير ما فك شرايين البلد. دي الفكرة اللي كانت بدأت الحكومة تشتغل عليها في فترة سابقة من حوالي 7 سنين وتم تعطيلها بسبب الثورات المتكررة. فكرة ان انا لازم ابدأ اطلع خارج القاهرة علشان خاطر ابدأ اخف الحمل المروري اللي جواها. ازاي هطلع بره القاهرة؟ كان في قبل كده دراسة لفكرة ان انا اولا امنع القطارات ان هي تخش القاهرة، يبقى الوجه البحري بالنسبة لحركة القطارات نهايته اليوب او بنها، والوجه القبلي هتبقى نهايته المنيب او العياط او ايا يكن المكان اللي هيبقى النهايه بتاعته، وبعد كده بيبقى في وسائل نقل مختلفه بتنقل من المكانين دولت لجوه القاهره. دي نقطه. تاني نقطه اللي هي فكره ان انا اربط المدن الجديده بوسائل نقل زي القطارات المكهربه. القطارات المكهربه ارخص تكلفه كتير جدا من مترو الانفاق، يعني لو احنا بنتكلم ان المترو مثلا هيتكلف 4 مليار، القطار المكهرب لن يزيد تكلفته عن 400 مليون دولار مثلا، فبتبقى التكلفة أقل بكتير جدا وبتبقى إمكانية التنفيذ أسهل وأسرع. عملية فك المدن أو إن أنا أعمل أبدأ أربط أطراف المدن، فده هيشجع المواطن اللي هو أصلا ما كانش راضي يطلع بره القاهرة أو بره الحيز الضيق ده
لانه مش لاقي وسيله مواصلات سريعه ولا امنه عشان خاطر يروح يسكن في مكان زي بدر او الاماكن اللي هو بيعتبرها ان هي المدن الجديده متطرفه او بعيده. لكن لما يبقى عنده وسيله مواصلات سريعه زي القطار المقارب اللي احنا او اللي هو الشبيه بمترو الانفاق ده للمدن دي، فانت بالتالي خففتي الكثافه والضغط اللي كان موجود جوه القاهره ونقلتي نسبه كبيره منه الى خارج القاهره لاطراف المدن، ووفرت له وسيله مواصلات امنه اللي هي المترو او القطار المقهرب. طب حضرتك شايف من وجهه نظرك ايه اللي بيعاني منه قطاع النقل العام في الفتره الحاليه؟ سوء اداره وسوء تخطيط. ليه سوء اداره وسوء تخطيط؟ الكل وطنيين والكل عايز يقدم شيء جيد جدا لقطاع النقل، لكن اختلاف الرؤى دايما هو اللي بيعمل لنا الازمه. وعلشان خاطر اتخطى مرحله اختلاف الرؤى دي لازم يكون في بلان واضحه تحطها جهه واحده كل المسؤولين يلتزموا بيها، سواء كان محافظ القاهره او محافظ الجيزه او وزير النقل او وزير الاسكان، ايا يكن الوزير الموجود، حتى لو اتغير مره واثنين وثلاثه وعشره هيكون في كيان موجود، الكيان ده بيحط بلان كامله لكل قطاعات النقل خلال 10 سنين و20 سنه لقدام، بيقدر بناء عليه ابدا اشتغل من خلاله على خطه واضحه تقدر تحقق لي اهداف مدروسه. وده اعتقد ان الدوله بتتجه ليه خلال الفتره الاخيره من خلال عمليه انشاء الاكاديميه المصريه لعلوم وتكنولوجيا النقل، اللي ان شاء الله هتتعمل على حوالي 150 فدان في مكان معهد وردان. معهد وردان ده كان معهد تابع للهيئه القوميه للسك الحديد، غير مستغل تماما، موجود من سنه 65، مبني فيه 30 مبنى فندقي بتكلفه ملياريه ومع ذلك لم يستغل. بدات الدوله تفكر فكره ان انا ليه ما يكونش عندي اكاديميه جديده اسمها الاكاديميه المصريه لتكنولوجيا النقل. ايه اكاديميه تكنولوجيا النقل وهي هتقدم لي ايه؟ هي هتقدم لي لاول مره في تاريخ مصر سواق متعلم ذو ثقافه عاليه جدا، هتقدم لي سواق سكه حديد برضه ثقافته عاليه جدا، هتقدم لي مهندس بيعرف يعني ايه تكنولوجيا النقل، مش مجرد مهندس اتعلم شغل اكاديمي، لا هيطلع لي عامل ومهندس وكل ما يلزمه، وتعمل لي كمان بلان ومخطط كل حاجه لها علاقه بالطرق وبالكباري وبالسكه الحديد وبالمترو وبالنقل النهري والنقل البحري، هتطلعه لي من خلال الاكاديميه بالاضافه الى المخططات او الدراسات العلميه لمشروعات النقل. ده يعتبر ايه الطاقه البشريه او القدره البشريه للسائق؟ هل الدولة راعت عدم إهدار هذه الطاقة بالتنسيق وفن يعني القضاء على الزحام في الطرق ومدى التخطيط في المشكلة المرورية مع مراعاة عدم إهدار الطاقة البشرية؟ حضرتك بتقول إن هم على أعلى مستوى من التعليم والثقافة أيضا يجب أن يكون بالتوازي سعي من الحكومة. هي النقطة دي، لأن احنا الأكاديمية المذكورة هتضم تحت إدارتها أكثر من جهة بحثية، هي اصلا هيبقى فيها خمس كليات بالاضافه للجهات البحثيه زي معهد النقل ومعهد النقل النهري وكل الجهات البحثيه التابعه لوزاره النقل اللي هي كانت بتشتغل في الاساس على مشروعات النقل، فبالتالي هيبقى عندي داتابيز لكل حاجه لها علاقه بالطرق او بالمشروعات النقل، فهيبقى نسبه الاهدار عندي هتقل لاكثر من حوالي 70%. انا لما بيبقى عندي بلان كامله عن الامكانيات بتاعه المنتج اللي عندي فببدا اتعامل معاه فنسبة الإهدار فيه بتقل، لكن لما بيبقى عندي أو ما عنديش رؤية متكاملة سواء كان للصيانة أو للحوادث نفسها وطرق معالجتها، ده بيخلي نسبة الإهدار عندي عالية جدا، وده اللي احنا لمسناه في بعض قطاعات النقل خلال الفترة الأخيرة، ونبه لي وزير النقل فكرة إن أنا يبقى عندي مركز لتحليل الحوادث والأعطال. يعني إيه مركز لتحليل الحوادث والأعطال؟ وده هيبقى جزء برضه من مهام الأكاديمية دي إن شاء رب العالمين. مركز تحليل الحوادث والأعطال ده مركز بتقدر تقول إن والله أنا في عندي العطل الفلاني اتكرر كذا مرة وتصلح بطريقة أسرع بالشكل الفلاني أو بالمنتج الفلاني، فبالتالي بعد كده لما نفس العطل ده يتكرر تاني بقى نسبة الإصلاح في الوقت عالية جدا وفي التكلفة أقل بكتير جدا، فبالتالي أنا وفرت وقت ووفرت فلوس. فده اللي هتقدمه لنا الاكاديميه او الجهه الواحده اللي هتكون لها علاقه بالعمليه البحثيه بالقطاعات النقل. بالطبع نحن في انتظار ما سيسفر عنه والنتائج المترتبه على مشروع الاتوبيس السريع. بشكر ضيفي الاستاذ محمد شحات رئيس الجمعيه المصريه لشؤون النقل، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم.
مشاهدينا حوارنا التالي بيتحدث حول ضبط الأسعار، ويمكن اللي دعا للرئيس السيسي في خطابه الأخير تحدث حول منظومة الأسعار وأنه يجب على التجار مواجهة الأسعار المتزايدة يوم بعد يوم. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. وبالمناسبة اوعوا تتصوروا ان انا غايب عني.